دشن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالا فوسي البرنامج التدريبي للإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام في المملكة بعنوان النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمشاركة متخصصين في مجال الإعلام ومسؤولين دوليين من المفوضية. ويهدف البرنامج الذي سيقام عن بعد ولمدة يومين إلى تطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين والإعلاميات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله وصقل مهاراتهم لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي. للحديث حول هذا البرنامج ينضم أو تلتحق بنا هاتفيا المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان الأستاذة نورة الحقباني. أهلا بك أستاذة نورة، مساء الخير. لعلك تعرفينا على يعني ما يحتوي البرنامج التدريبي للإعلاميين. أهلا وسهلا، حياكم الله قناة الإخبارية. بخصوص هذا البرنامج التدريبي، نظمته الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعنوان النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان، طبعا بمشاركة مختصين في مجال الإعلام وخبراء من المفوضية وحضور نحو 100 إعلامي وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام المحلية. يهدف البرنامج لتطوير قدرات المشاركين الإعلاميين والإعلاميات السعوديين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله. طبعا يهتم البرنامج أيضا بصقل مهارات الإعلاميين لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء والرقمي، والتدريب أيضا على الكتابة في الشأن الإنساني، وكذلك تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الصحفي، إضافة إلى إيجاد شراكة استراتيجية مع الإعلام. وألقت أيضا الجلسات نظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتواصلت جلسات البرنامج في يومه الثاني والأخير وناقشت أهمية دور الصحفي والصحفية في تعزيز حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وأهميتها وفقا للمواثيق الدولية والقيود المفروضة عليها والجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة. وفي النهاية اطلع المشاركون في البرنامج على تجارب حقيقية للصحفيين والصحفيات في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال العمل الصحفي، وأقيمت مجموعات عمل من المشاركين بتغطية مواضيع صحفية باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان.